بعد ما شفنا وتابعنا الاخبار اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي ابرزها تنظيم الهيئه الوطنيه للصحافه مؤتمر صحفي بمقر الهيئه حول معرض صناعه بلدنا. كمان النهارده هتنطلق اعمال المؤتمر السنوي لكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، وهيفتتح المؤتمر دكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة الوطنية للصحافة هتنظم مؤتمر صحفي بمقر الهيئة لمعرض صناعة بلدنا اللي بتقيمه مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. المعرض هينطلق يوم 3 يوليو اللي جاي، وهيستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وهيشارك فيه العديد من قطاعات الصناعة والإنتاج وكبار الصناع والمنتجين في مصر. كمان النهاردة المركز المصري للدراسات الاقتصادية هينظم ندوة إلكترونية عبر تطبيق زوم بعنوان سلسلة قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، تخطي الفجوة الثلاثية والقفز نحو المستقبل. الندوة هتبدأ الساعة 10 الصبح وهتنتهي الساعة 12 الظهر، وخلال الندوة هيتم عرض دراسة حديثة للمركز وأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. النهاردة كمان هتنطلق أعمال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة، الفرص والتحديات. المؤتمر هيشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين والخبراء وكبار رجال الدولة، وهتفتتح أعمال المؤتمر دكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. النهاردة برضو هتعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الملتقى الأول لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وده ضمن خطة عمل شبكة خبراء التكنولوجيا الحيوية، وتزامناً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي.